عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هنراجع مع بعض مادة التربية الدينية الإسلامية. هنعمل مراجعة عامة على الفصل الدراسي الثاني. أول جزئية معانا يا سنة رابعة، ضع علامة صح أو علامة خطأ. السؤال الأول بيقول: المسلم يؤمن بأن الله تعالى أرسل جميع الرسل برسالة واحدة وهي التوحيد، الإجابة؟ الإجابة يا ميس صح، لأن المسلم فعلا يؤمن بأن الله أرسل جميع الرسل برسالة واحدة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. ممتاز، نخش على السؤال اللي بعد كده. يجب ألا نؤمن بجميع الأنبياء والرسل؟ ميس الإجابة غلط، لازم نؤمن، يجب أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، فهتكون الإجابة خاطئة. ممتازة، السؤال اللي بعد كده. عجز العرب أن يأتوا بمثل القرآن الكريم رغم فصاحتهم. الإجابة صحيحة، العرب فعلا عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن الكريم رغم أن هم كانوا فصيحين في اللغة. طيب السؤال التالي، جعل الله تعالى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن. الإجابة صحيحة، الله أرسل سيدنا محمد لجميع المخلوقات الإنس والجن. طيب ممتاز، نخش بعد كده على السؤال اللي بعد كده. خص الله الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل. الإجابة صحيحة، الله خص الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل. طيب بالعقل يتدبر الإنسان آيات الله ويميز بين الحق والباطل، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة صحيحة. طيب كان سيدنا إبراهيم عليه السلام محاورا ذكيا يناقش قومه بالعقل والمنطق. الإجابة صحيحة يا ميس، كان سيدنا إبراهيم فعلا بيحاور قومه بالعقل والمنطق. طيب حارب سيدنا إبراهيم قومه ليجبرهم على عبادة الله وحده؟ الإجابة خاطئة، سيدنا إبراهيم لم يحارب قومه ليجبرهم على عبادة الله. ممتازة. طيب تقتصر هداية المسلم على معرفة الطريق الصحيح فقط؟ غلط يا نيس، تقتصر هداية المسلم على معرفة الطريق الصحيح، الإجابة خاطئة، مش الطريق الصحيح فقط. طيب ندعو الله بالهداية في كل ركعة من كل صلاة نصليها. الإجابة صحيحة، نحن ندعو الله في كل ركعة من كل صلاة نصليها بالهداية. طيب يكتفي المسلم بأن يتعلم الصلاة ويتعرف أنها ركن من أركان الإسلام؟ لا، الإجابة خاطئة، المسلم لا يكتفي بتعلم الصلاة فقط وأعلى أنها ركن من أركان الإسلام. طيب الله تعالى هو الذي هدى النحل لبناء خليته بهذا الشكل الهندسي الدقيق. الإجابة صحيحة، الله هو الذي علم وهدى النحل لبناء هذه الخلية. ممتازة، ندعو الله بالهداية لننال الخير في الدنيا فقط؟ خطأ، هننال الخير في الدنيا والآخرة. ممتازة. طيب ما بالقرآن هو حقيقة ثابتة ومؤكدة؟ الإجابة صحيحة يا ميس، كل ما يوجد بالقرآن هو حقيقة ثابتة ومؤكدة. طيب يوم القيامة يظهر ما كانت تخفيه الصدور من خير وشر؟ الإجابة صحيحة. ترشدنا سورة الطارق إلى أهمية التفكير في خلق الله تعالى وقدرته. الإجابة صحيحة. أمر الله رسوله باستعجال وقوع العذاب على الكافرين المكذبين. الإجابة خاطئة. حرف الكاف من حروف الإدغام بغنة في القرآن الكريم، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة مش خاطئة، لأن حروف الإدغام بغنة كانت حروف كلمة يرملون، ويرملون ما كانش فيها حرف الكاف. طيب حرف الإدغام في قوله من ربهم هو الهاء، صح أم خطأ؟ الإجابة يا ميس خاطئة، حرف الإدغام في قوله من ربهم هو حرف الراء الواقع بعد النون الساكنة، فالإجابة خاطئة. ممتازة، اتصف النجاشي ملك الحبشة بالعدل والكرم. الإجابة صحيحة. هاجر عثمان ابن عفان وزوجته رقية ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. الإجابة صحيحة. السؤال اللي بعد كده، قل عدد المسلمين وضعفت قوتهم بعد إسلام حمزة وعمر ابن الخطاب. الإجابة يا ميس خطأ، ده هي زادت قوتهم بعد إسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة. نال المسلمون أشد أنواع العذاب والأذى من الكفار. الإجابة صحيحة، كانوا ينالون أشد أنواع العذاب والأذى من الكفار. ممتازة، كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا لأنه تعهد بحمايته. الإجابة صحيحة. السؤال اللي بعد كده، اتصف شباب يثرب بالعقلانية وساعدوا في نشر الإسلام في يثرب. الإجابة صحيحة.
فقد الرسول في عام الحزن جده عبد المطلب وزوجته خديجة، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة يا ميس خاطئة، هو فقد في عام الحزن عمه أبو طالب وزوجته خديجة. ممتازة. أرسل الله تعالى سيدنا جبريل مع ملك الجبال يطبق على أهل الطائف جبلين، الإجابة صحيحة. طيب، بدأ النبي بدعوة عامة لأهل الطائف إلى الإسلام قبل رؤسائها، الإجابة خاطئة. رأف عمرو ابن هشام بالمسلمين فعمل على نقض المقاطعة وقطع الصحيفة، صح أم خطأ؟ الإجابة صحيحة. لقب الطفيل ابن عمرو بذي النورين، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة خاطئة يا ميس، لقب بذي النور مش النورين. طيب، أعطى الرسول للطفيل درسا في الرحمة والرفق، الإجابة صحيحة. طيب، بعد كده أسلم أبو هريرة راوي أحاديث الرسول على يد عمرو بن الخطاب، الإجابة خاطئة. تمام، يجب أن نتحلى بالرحمة والرفق والصبر على من نختلف معهم في الرأي، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة، يجب أن نتحلى فعلا بالرحمة والصبر إذا اختلفنا مع الآخرين. ممتازة. كان الطفيل شخصية مهمة في المجتمع وخبر إسلامه يعد حدثا كبيرا، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة صحيحة. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لدعوة القبائل ليلا حتى لا يراه كفار قريش، الإجابة صحيحة، عشان كانوا كفار قريش يمس بيعذبوا القبائل اللي كانت بتدخل في الإسلام. ممتازة، لكل ظالم نهاية وبقاء الظالمين مجرد إمهال لهم، الإجابة صحيحة، لأن نهاية الظالم أو الظالم يمهله الله عقابه يوم القيامة. أعز الله الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الإجابة صحيحة، وقلنا أن هو قوي الإسلام بعد دخول سيدنا عمر في الإسلام. ممتازة، بارك الله فيك. ندعو الله بالهداية في كل ركعة من كل صلاة نصليها، الإجابة صحيحة. كان سيدنا إبراهيم يعبد ما يعبده قومه، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة يا ميس، سيدنا إبراهيم كان يعبد الله وليس ما يعبده قومه. طيب، القرآن الكريم يفصل بين الحق والباطل، الإجابة صحيحة. تمام، لم يؤمن أبو ذر الغفاري ولا الطفيل ابن عمرو بدعوة الرسول، الإجابة خاطئة، آمن أبو ذر الغفاري والطفيل ابن عمرو بدعوة الرسول. ممتازة، سمي عام الحزن بهذا الاسم لشدة تعذيب الرسول، الإجابة خاطئة، هو سمي بعام الحزن لوفاة علي عمه أبو طالب وزوجته خديجة في هذا العام. ممتازة. طيب، عاش قوم ثمود بمنطقة الحجر، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة صحيحة. تمام، السؤال اللي بعد كده، اعتبر واتعظ قوم ثمود من هلاك قوم عاد، الإجابة خاطئة، لم يتعظ قوم ثمود من هلاك قوم عاد. علمنا الرسول الإنصات للإمام عند تلاوة القرآن الكريم، الإجابة صحيحة. السؤال اللي بعد كده، المأموم هو من يؤم الناس في الصلاة، الإجابة خاطئة يا ميس، الإمام هو من يؤم الناس في الصلاة. ممتازة، يجب ألا تسوى الصفوف في صلاة الجماعة، الإجابة خاطئة، يجب أن تكون الصفوف متساوية. تمام، السؤال اللي بعد كده، ليس من الضروري متابعة الإمام في أثناء الصلاة، الإجابة خاطئة، يجب أن يتبع المصلون الإمام أثناء الصلاة. طيب، أذهب للمسجد بملابس نظيفة وساترة، الإجابة صحيحة، يجب أن أذهب إلى المسجد لأداء الصلاة بملابس نظيفة. ممتاز. وساترة. ممتاز، السؤال اللي بعد كده، أضحك وأتحدث بصوت مرتفع في المسجد، الإجابة يا ميس خاطئة، يجب ألا أرفع صوتي داخل المسجد. طيب، لا أغلق الهاتف المحمول في أثناء وجودي في المسجد، الإجابة يا ميس خاطئة، يجب إغلاق الهاتف المحمول أثناء وجودي داخل المسجد. ممتازة، أدخل المسجد برجلي اليمنى وأردد دعاء دخول المسجد، الإجابة صحيحة، يجب أن أدخل المسجد برجلي اليمنى وأردد دعاء دخول المسجد عند دخولي. ممتازة، من أكل أو شرب ناسيا صيامه صحيح، الإجابة صحيحة يا ميس، لو أنا أكلت أو شربت وأنا ناسي في رمضان صيامي هيكون صحيح. طيب، من تقيأ متعمدا بطل صيامه، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة صحيحة، من تقيأ متعمدا في رمضان فبطل صيامه.
طيب الصوم ليس فرضا على المسافر، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة. الصوم مش ليس فرضا، هو فرض عليه إن هو يصوم، لكن الرسول عطى عذر للمسافر إن هو ممكن ما يصومش، لكن السؤال صيغته خاطئة، اللي هو الصوم ليس فرضا على المسافر، الإجابة خاطئة. ممتازة. طيب علمنا الرسول قوله تبسمك في وجه أخيك صدقة، الإجابة صحيحة. الصدقة ركن من أركان الإسلام الخمسة، غلط يا ميس، الإجابة خاطئة، الصدقة ليست ركن من أركان الإسلام الخمسة. طيب يضاعف الله تعالى الأجر والثواب للمتصدقين، الإجابة صحيحة. ممتازة. لا يجب القضاء لمن أفطر في شهر رمضان لمرضه، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة. يجب أن إذا أفطر في رمضان يجب قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد شهر رمضان. ممتازة. يتعود المسلم تأدية الصلاة في أوقاتها إذا صلى الجماعة في المسجد، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة. من أركان الصوم الإمساك عن المفطرات، الإجابة صحيحة، طالما أنا هصوم يا ميسي بمفروض ما أكلش ولا أشرب وأمسك عن جميع المفطرات. تمام. إذا زاد عدد المأمومين على واحد يقفون خلف الإمام، الإجابة صحيحة، المأموم هو الشخص الذي يقف خلف الإمام، وإذا زاد عددهم يقفون خلف الإمام. لا يجوز التعطر عند الذهاب إلى المسجد حتى لا نؤذي الآخرين، الإجابة خاطئة، يجب التعطر عند الذهاب إلى المسجد. تمام. ظن قوم ثمود أن الله تعالى سيتركهم دون حساب، هل الإجابة دي صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة يا ميس، هم افتكروا أن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبهم، وهذا ظن خطأ، هو الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم. الأصدقاء هم أصحاب النعمة والفضل على الإنسان، الإجابة خاطئة، الله سبحانه وتعالى هو صاحب النعمة والفضل على الإنسان. ممتازة. التأمل في أحوال الآخرين لاستشعار النعم من صور الحسد، الإجابة خاطئة. الهواء والماء والطعام من النعم الظاهرة التي وهبها الله تعالى لنا، الإجابة صحيحة، الهواء والماء والطعام نعم أنعمها الله علينا. ممتازة. من النعم الباطنة الرغبة في طاعة الله والإقبال على الصلاة، الإجابة صحيحة. تمام. السؤال اللي بعد كده، من كان في عون أخيه كان الله في عونه، الإجابة صحيحة. تقتصر الصدقة على التصدق بالمال فقط، الإجابة مش خاطئة، ممكن أتصدق بالمال أو الملابس أو الطعام. ممتازة. يتقدم المجتمع الذي ينتشر فيه قضاء حوائج الناس، الإجابة صحيحة. يبارك الله في الرزق عندما نتصدق منه، الإجابة صحيحة. يجب أن نتشدد مع الآخرين ونعسر عليهم، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة، الإجابة خاطئة. طيب الفوز بالجنة ثواب من ييسر على الآخرين، الإجابة مش صحيحة. شكر الله يكون باللسان فقط، الإجابة خاطئة. يتقبل الله عز وجل كل أعمال العباد المشروعة والغير مشروعة، الإجابة مش خاطئة، الله سبحانه وتعالى يتقبل الأعمال المشروعة فقط. تمام. التحلي بمحاسن الأخلاق من مظاهر شكر النعم، الإجابة صحيحة. يكون شكر الله عز وجل لعباده بالثواب المضاعف، الإجابة صحيحة. التسليم بأن الله عز وجل وحده صاحب الفضل هو شكر بالقلب، الإجابة صحيحة. طيب الصدقة تنقص المال وتقلله، ميس الإجابة خاطئة، الصدقة تزيد المال ولا تقلله. ممتازة. نخش بعد كده يا سنة رابعة السؤال الجديد، اختر الإجابة الصحيحة. وأول سؤال معانا، استخدم سيدنا إبراهيم عقله في دعوة قومه إلى الله أم خداع قومه أم محاربة قومه؟ الإجابة ميس، دعوة قومه إلى الله. ممتازة. السؤال اللي بعد كده، استطاع سيدنا إبراهيم بالعقل والمنطق أن يثبت لقومه أن نقط هو الخالق، أن مين، الكواكب أم الله تعالى أم القمر؟ الله تعالى ميس هو الخالق. ممتازة. يستطيع الإنسان بنقط أن يدرك ما حوله ويتفكر ويتأمل في خلق السماوات والأرض، هل الإجابة الاجتهاد أم العمل أم العقل؟ الإجابة يمس بالعقل. تمام.
نقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم في اليوم والليلة كم مرة يا سنة ربع؟ 12 مرة ولا 15 مرة ولا 17 مرة؟ 17 يا ميس. تمام. السؤال اللي بعد كده، من هدية الله للبشر إنزال الكتب السماوية ولا إرسال الرسل ولا هما معا؟ هما معا، هدية الله للبشر إن هو أنزل الكتب السماوية وأرسل الرسل. ممتازة، يبقى هما معا. نقط، اسم من أسماء الله الحسنى ومعناه الذي يهدي ويرشد إلى ما فيه الخير، هل الإجابة العليم أم الرحيم أم الهادي؟ الإجابة ميس الهادي، معناه الذي يهدي ويرشد إلى ما فيه الخير. ممتازة. الإيمان بالرسل هو الركن، نقط من أركان الإيمان، هل هو الركن الثاني أم الثالث أم الرابع؟ الإجابة ميس الركن الرابع، لأن أركان الإيمان اللي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالرسل كده هتكون الركن الرابع من أركان الإيمان. ممتازة. السؤال اللي بعد كده، كانت معجزة سيدنا محمد هي التوراة أم الإنجيل أم القرآن الكريم؟ الإجابة ميس القرآن الكريم. برع قوم سيدنا موسى في الفصاحة والبيان أم الطب أم السحر؟ الإجابة ميس السحر، قوم سيدنا موسى كانوا بارعين في السحر. طيب، لم يقسم الله تعالى بحياة أحد من البشر إلا بحياة سيدنا موسى أم محمد أم عيسى؟ أقسم الله سبحانه وتعالى بحياة سيدنا محمد. تمام. سورة الطارق هل هي مكية أم مدنية أم مكية وبعض آياتها مدنية؟ سورة الطارق ميس مكية. لكل نفس موكل، ملك موكل به، نقط وتسجيل أعمالها، ملك موكل به محاسبة ولا مراقبة ولا مجازات وتسجيل أعمالها؟ مراقبة وتسجيل أعمالها. ممتازة. السؤال اللي بعد كده، دعا الله تعالى في سورة الطارق إلى التفكر أم الإيمان أم التصديق؟ الإجابة يا ميس إلى التفكر. البعث هو قدرة الله على إحياء، نقط بعد موته، على إحياء الأرض أم السماء أم الإنسان؟ الإجابة ميس الإنسان. تمام. حرف الإدغام في قوله تعالى من نعمة العين أم الميم أم النون؟ الإجابة ميس النون، حرف الإدغام بيكون الحرف اللي بعد النون الساكنة وهو حرف النون. ممتازة. استمرت الدعوة السرية كم سنة؟ 4 سنوات أم 3 سنوات أم 5 سنوات؟ 3 سنوات يا ميس. بدأ الرسول دعوته الجهرية بأقربائه أم زوجته أم النجاشي؟ بدأ بأقربائه. رغم كفره تعهد بحماية الرسول، من هذا؟ حمزة أم أبو لهب أم أبو طالب؟ عمه أبو طالب، رغم كفره لكنه تعهد أن يحمي الرسول. ممتازة. أشفق الرسول على المسلمين فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة أم المدينة أم مكة؟ الحبشة ميس، عشان كان النجاشي رجل حاكم وعادل. تمام. ازداد الإسلام عزة قوة بإسلام حمزة وعثمان أم عمر بن الخطاب أم الطفيل؟ الإجابة يا ميس عمر بن الخطاب. اتفق المشركون على، نقط، بني هاشم وبني المطلب، محاربة أم مقاطعة أم قتال؟ مقاطعة. المشركون اتفقوا على أن يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب. كتبت بنود المقاطعة على صحيفة وعلقوها داخل الكعبة أم البيوت أم المعبد؟ الإجابة ميس الكعبة، البنود التي كتبت على الصحيفة علقت على الكعبة. تمام. تم حصار المسلمين في شعب أبي طالب لمدة 3 أيام أم شهور أم سنوات؟ 3 سنوات. رأف نقد ابن عمرو بالمسلمين فنقد المقاطعة، هل هو هشام أم عمار أم أحمد؟ هشام ابن عمرو رأف بالمسلمين فنقد المقاطعة. ممتازة. السؤال اللي بعد كده، بعد فك الحصار خرج الرسول إلى نقط لنشر الإسلام، الحبشة أم الطائف أم يثرب؟ الإجابة ميس الطائف، بعد أن فك الحصار عن المسلمون خرج الرسول إلى الطائف لينشر الإسلام. تمام. يوجد في الطائف قبيلة نقط المنافسة لقريش، بني هاشف ولا بني المطلب ولا قبيلة ثقيف؟ قبيلة ثقيف. ينسب الطفيل ابن عمرو إلى قبيلة ثقيف ولا دوس ولا قريش؟ الإجابة ميس قبيلة دوس، ينسب الطفيل ابن عمرو إلى قبيلة دوس. زعم سادة قريش أن سيدنا محمد ساحر أم نبي أم رسول؟ سادة قريش زعموا أن سيدنا محمد ساحر.
تمام. السؤال اللي بعد كده: سمع الطفيل بعض كلام الرسول وهو عند البيت أم الطريق أم الكعبة؟ الإجابة يا ميس الكعبة. طيب، عرض الرسول الإسلام على الطفيل وتلا عليه صورة الإخلاص أم المسد أم العلق؟ الإجابة يا ميس صورة الإخلاص. تمام. السؤال اللي بعد كده: كان نقط آية الطفيل إلى قومه كان الوجه أم النور أم التمر؟ الإجابة يا ميس النور. توفي الطفيل في موقعة بدر أم أحد أم اليمامة؟ في موقعة اليمامة. الله تعالى أجر المتصدقين والمتصدقات، هل الله تعالى يضاعف أجر المتصدقين والمتصدقات أم يقلل أم يبخس؟ الإجابة يا ميس يضاعف. قاطع المشركون قبيلة بني نقط وبني المطلب قريش أم هاشم أم ثقيف؟ قبيلة بني هاشم. من قوم سيدنا إبراهيم من يعبدون الكواكب أم النار أم البقر؟ الكواكب. تمام. نقرأ سورة الفاتحة في الصلوات المفروضة كم مرة؟ 12 ولا 15 ولا 17 ولا 19؟ 17. وهب الله تعالى الإنسان ليتدبر ويتأمل، وهب الله للإنسان إيه؟ القلب أم اللسان أم العقل؟ الإجابة يا ميس العقل. من سورة الطارق معنى الطرائب عظام العين أم اليد أم الصدر؟ عظام الصدر. معنى الطرائب عظام الصدر. أرسل الله الرسل بي نقط دليلا على صدقهم، أرسلهم بإيه؟ بالحكمة أم المعجزات أم الأحكام؟ الإجابة يا ميس المعجزات. من الله على سيدنا إبراهيم منذ صغره بالمال أم العقل أم الصحة؟ من الله على سيدنا إبراهيم منذ صغره بالعقل. تمام. السؤال اللي بعد كده: حذر سادة نقط الطفيل من لقاء الرسول الحبشة أم دوس أم قريش؟ سادة قريش حذروا الطفيل من لقاء الرسول. دعا الرسول معشر قريش جهرا على جبل أحد أم الصفا أم المروة؟ الإجابة يا ميس جبل الصفا. ممتازة. السؤال اللي بعد كده: عرض الرسول الإسلام على القبائل ولا القبائل والأفراد ولا ملك الحبشة؟ الإجابة يا ميس القبائل والأفراد. تمام. بلغ عدد المسلمين خلال الدعوة السرية كم فردا؟ 60 أم 70 أم 50؟ الإجابة يا ميس 60 فردا. تمام. طيب، السؤال اللي بعد كده: أرسل صالح عليه السلام في قوم ثمود أم قريش أم عاد؟ سيدنا صالح أرسل إلى قوم ثمود. عاش قوم ثمود في منطقة الحجر شمال غرب مكة أم المدينة أم الطائف؟ شمال غرب المدينة. كان ثمود ينحتون بيوتهم في الخشب ولا الأرض ولا الجبال؟ الجبال. طيب، قوم ثمود كانوا يعبدون الأصنام أم الشمس أم الكوكب؟ كانوا يعبدون الأصنام. ممتازة. السؤال اللي بعد كده: كان صالح عليه السلام ذا مكان بين قومه لي نقط وسداد رأيه شجاعته أم حكمته أم كرمه؟ حكمته. كانت معجزة سيدنا صالح عليه السلام لقومه نقط ضخمة بقرة أم نعجة أم ناقة؟ الإجابة ميس ناقة. أهلك الله تعالى قوم ثمود بي الصيحة أم الطوفان أم الريح الشديدة؟ الإجابة يا ميس الصيحة. طيب، السؤال اللي بعد كده: قال قوم ثمود لصالح قد كنت فينا قويا أم مرجوا أم مذموما؟ قالوا له قد كنت فينا مرجوا. طيب، أمهل الله تعالى قوم ثمود ثلاثة أيام أم ليال أم شهور؟ الإجابة يا ميس ثلاثة ليال. السؤال اللي بعد كده: الصلاة هي الركن الكام من أركان الإسلام، الثاني أم الثالث أم الرابع؟ الركن الثاني يا ميس من أركان الإسلام. قال الرسول صلاة الجماعة تفضو صلاة الفز بنقط وعشرين درجة، 27 درجة أم 28 درجة أم 29 درجة؟ الإجابة يا ميس بسبع وعشرين درجة. ممتازة. إن زاد عدد المؤمنين على واحد وقفوا نقط الإمام، وقفوا يمين الإمام أم خلف الإمام أم بجانب الإمام؟ الإجابة يا ميس خلف الإمام. عندما تؤم المرأة النساء تقف نقط في صف واحد أمامهن ولا جانبهن ولا أمامهن؟ جانبهن يا ميس، تقف المرأة جانبهن في صف واحد. يصلي الغني نقط الفقير في صلاة الجماعة، هل الإجابة هتكون بجانب الفقير أم أمام الفقير أم خلف الفقير؟ الإجابة يا ميس بجانب. يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق بلا قيد أم بلا مبالغة أم بلا سبب؟ الإجابة يا ميس بلا مبالغة.
قضاء ساعة أسبوعية لمساعدة المحتاجين تعد زكاة أم صدقة أم صياما؟ الإجابة يا ميس صدقة. طيب السؤال اللي بعد كده، يجب نقط عند تلاوة الإمام للقرآن الكريم، يجب إيه؟ الإنشغال أم التكرار أم الإنصات؟ الإجابة يا ميس الإنصات. ممتازة. عند دخول المسجد نصلي ركعتي نقط المسجد، ركعتي سنة ولا ركعتي تحية المسجد ولا ركعتي دخول المسجد؟ يا ميس الإجابة ركعتي تحية المسجد. طيب أباح الله تعالى الفطر لمين؟ للسباح ولا المسافر ولا المصلي؟ المسافر يا ميس. من الأشياء التي تجب عليها الزكاة، العلم أم المال أم الوقت؟ الإجابة يا ميس المال. طيب الأكل والشرب عمدا للصائم من نقط الصوم، مباحات الصوم ولا مبطلات الصوم ولا أركان الصوم؟ الإجابة يا ميس مبطلات الصوم. طيب يصلي الغني بجانب الفقير فتتحقق الزكاة ولا المساواة ولا الصدقة؟ الإجابة يا ميس المساواة. السؤال اللي بعد كده، فرض الله تعالى الصوم على المسلمين في شهر رجب أم رمضان أم شوال؟ الإجابة يا ميس في شهر رمضان. ممتازة. السؤال اللي بعد كده، كل ما يتمتع به الإنسان من نعم هو من نقط الله تعالى، غضب ولا كرم ولا عذاب الله تعالى؟ الإجابة يا ميس كرم الله تعالى. أنعم الله تعالى على الإنسان بنعم ظاهرة وأخرى، باطنة أم قليلة أم ضارة؟ الإجابة يا ميس باطنة. رزق الله الإنسان نقط للتفكير والتدبر والتعلم، رزق الله الإنسان اللسان أم العقل أم اليدين؟ الإجابة يا ميس العقل. من أمثلة النعم الباطنة نقط والإيمان بالله هتبقى المسكن ولا الأسرة ولا الهداية؟ الإجابة يا ميس الهداية. طيب السؤال اللي بعد كده، قد نعتاد على النعم ولا نشعر بقيمتها إلا إذا كثرت أم زالت أم قلت؟ الإجابة يا ميس زالت. من طرائق شكر الله على النعمة نقط عليها هتبقى الإهمال أم التفريط أم المحافظة عليها؟ من طرائق شكر الله تعالى على النعم هو المحافظة عليها. ممتازة. السؤال اللي بعد كده، عدم قدرة بعض الناس على سداد الدين من صور التيسر ولا الرفاهية ولا التعسر؟ من صور التعسر. السؤال اللي بعد كده سنة رابعة، الله تعالى نقط أجر المتصدقين والمتصدقات يضاعف ولا يقلل ولا يبخس؟ الإجابة يضاعف. ممتازة. الصدقة تنشر نقط في المجتمع، تنشر إيه؟ الود ولا الشحناء ولا الغضب؟ الإجابة يا ميس الود. الصدقة تنشر الود في المجتمع. ممتازة. السؤال اللي بعد كده، يقبل الله تعالى العمل نقط لوجهه الخالص أم الحرام أم المنكر؟ الخالص لوجهه. شكر الناس يكون بنقط لهم الأذى أم الدعاء أم الإساءة لهم؟ بيكون بالدعاء لهم. المكافأة نوع من أنواع الجحود أم الثناء أم العقاب؟ الثناء. ممتازة. اللي هو الشكر. ثواب الحسنة بنقط أمثالها 10 أمثالها ولا 5 أمثالها ولا 3 أمثالها؟ ثواب الحسنة بعشر أمثالها. ممتازة. يجب على المسلم أن يحافظ على الكذب ولا المحرمات ولا الصلاة؟ الصلاة. تمام. السؤال اللي بعد كده، ضع علامة صح أم علامة غلط، كلمة طيبة ترد بها على السائل خير من صدقة مع إيذائه؟ الإجابة يا ميس صحيحة. زميل لك يعير زميله بمعروف قدمه له؟ ما ينفعش يا ميس كده، الإجابة خاطئة. رجل يفتخر بصدقاته أمام الناس؟ الإجابة خاطئة. زميل لك يتصدق من مصروفه على زملائه الفقراء؟ الإجابة صحيحة. بعد كده هنتعرف على سؤال جديد اللي هو أجب عن الأسئلة التالية، بيقول لي لما أرسل الله الرسل بمعجزات؟ لتكون دليلا على صدقهم وصدق رسالتهم يا ميس. طيب سؤال اللي بعد كده بيقول لي لماذا سمي سيدنا محمد بخاتم الأنبياء والمرسلين؟ هتكون الإجابة يا ميس لأن الله تعالى لم يبعث نبي بعده. بما من الله على سيدنا إبراهيم وفيما استخدمها؟ من الله تعالى على سيدنا إبراهيم بالعقل والفهم والحكمة، ورفض عبادة الأصنام لأنها لا تضر ولا تنفع، ورفض عبادة الكواكب والنجوم التي كان يعبدها قومه. ماذا نتعلم من قصة سيدنا إبراهيم مع قومه؟ أهمية استخدام العقل والتدبر وإدراك العالم من حولنا، واستخدام العقل والمنطق والأدلة المادية لإثبات الحق.
طيب بعد كده بيقول لي ما معنى اسم الله الهادي؟ معناه هو الذي يهدي ويرشد إلى ما فيه الخير. ما مظاهر هداية الله للطيور والحيوانات؟ هي مظاهر يهديها إلى مصادر طعامها وشرابها وأماكن بياتها، فمثلا هدى العصفور إلى طريقة بناء عشه، وهدى النحلة إلى استنشاق رحيق الزهور لتصنع منه عسلا. ما مظاهر هداية الله للإنسان؟ تكمن في أن أرسل له الرسل والكتب السماوية لإرشاده إلى طريق الحق والصواب. بما أقسم الله تعالى في بداية سورة الطارق وعلى ما أقسم؟ أقسم في بداية سورة الطارق بالسماء والنجوم على أن لكل إنسان ملكا موكلا بمراقبته وتسجيل أعماله. بما أقسم الله ثانية في سورة الطارق وعلى ما أقسم؟ أقسم ثانية بالسماء التي ترجع بالمطر كل عام، وبالأرض التي تتشقق فيخرج منها النبات، وعلى ما أقسم على أن القرآن الكريم هو الكلام الحق الذي يفصل بين الحق والباطل وليس بالهزل أو المزاح. ما المقصود بالبعث؟ المقصود بالبعث هو قدرة الله تعالى على إحياء الإنسان بعد موته. لماذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة أقربائه أولا؟ بدأ بدعوة أقربائه أولا لأنهم سيناصرونه وإن اختلفوا معه في الرأي، مثل عمه أبي طالب، وليكون أسوة لغيرهم. كم عاما استمرت دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للإسلام سرا وكم فردا أسلم؟ استمرت دعوة سيدنا محمد 3 سنوات حتى بلغ عدد المسلمين 60 فردا. متى صعد سيدنا محمد إلى جبل الصفا لدعوة معشر قريش؟ صعد بعد أن تعهد عمه أبي طالب بحمايته. أين تم حصار المسلمين وما مدته؟ تم في مكان اسمه شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات. ما المحنة التي تعرض لها النبي بعد فك الحصار؟ المحنة هي فقد عمه أبا طالب ووفاة زوجته السيدة خديجة، ولهذا سمي بعام الحزن. ما موقف أهل الطائف حين دعاهم الرسول للإسلام؟ موقفهم أنهم كذبوه وطالبوه بالخروج من بلادهم وحرضوا عليه سفهاءهم فطاردوه بالحجارة حتى سالت دماؤهم. لماذا استمع شباب يثرب إلى الرسول وآمنوا به وأسلموا؟ استمعوا إلى الرسول لأنهم كانوا قد سمعوا عن نبي آخر الزمان من يهود يثرب. اللهم اهدي دوسا، من قائل هذا الدعاء وعلى ما يدل؟ قائل هذا الدعاء هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك على الرحمة والرأفة. بما لقب الطفيل ابن عمرو ولماذا؟ لقب بذي النور لأن الله جعل له نورا في وجهه ليكون آية تساعده في دعوة قومه إلى الإسلام، ثم تحول النور لرأس سيفه. بمن بدأ الطفيل دعوته إلى الإسلام؟ بدأ الطفيل دعوته إلى الإسلام بدعوة أبيه ثم زوجته، وذلك لقربهما منه ومكانتهما عنده. متى توفي الطفيل وأين؟ توفي بموقعة اليمامة وأين يميس في السنة 11 من الهجرة. قارن بين موقف قوم ثمود من سيدنا صالح قبل دعوته لهم لعبادة الله وبعد الدعوة. قبل الدعوة كانوا يستشيرونه في أمورهم جميعا، أما بعد الدعوة هاجموه واستهزأوا بدعوته واتهموه بالكذب. ماذا فعل سيدنا صالح عليه السلام مع قومه بعد قتلهم الناقة؟ قال لهم عليه السلام ابقوا في منازلكم 3 أيام ثم سيكون هلاككم. كيف أهلك الله تعالى قوم ثمود وما موقف الذين آمنوا مع سيدنا صالح عليه السلام؟ أهلكهم الله بالصيحة العظيمة التي أماتت كل من كفر، ونجى صالح عليه السلام ومن آمن معه. بما تنصح من يسبق الإمام في أثناء الصلاة؟ أنصحه وأقول له علمنا رسول الله أحكام وآداب الصلاة، وهي متابعة المأموم للإمام والإنصات إليه عند تلاوة القرآن الكريم ومتابعته في كل حركات الصلاة بدءا من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. ما الدعاء الذي نقوله عند دخول المسجد؟ الدعاء هو
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لمن أباح الله الفطر ولماذا؟ أباح الله الفطر برحمته الواسعة للمريض والمسافر. طيب لماذا؟ لما في المرض من تعب والمعاناة والسفر من مشقة، وهذا من رحمة الله بعباده. ما المقصود بصلاة الجماعة؟ هي الصلاة التي يؤديها المسلمون في جماعة خلف إمام واحد. ماذا يجب علينا اتجاه الله المنعم؟ يجب علينا الاعتراف والتسليم بأن كل النعم من الله عز وجل وبفضله. ما معنى الصدقة؟ الصدقة هي كل ما يتم إعطاؤه للمحتاجين من أجل التقرب لله تعالى وطلبا لرضاه. ما معنى الزكاة وما حكمها؟ الزكاة هي ما نخرجه لمستحقيه من المال، وحكمها أنها فرض على كل مسلم قادر، وهي أحد أركان الإسلام الخمس. بعد كده سنة رابعة بيقول لي إيه؟ عايزني مديني جزء من آيات سورة الطارق، وبيقول لي أكمل مما حفظت من سورة الطارق. يخرج من بين نقط والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. كده احنا كملنا مع بعض سورة الطارق. تعالوا كمان نكمل مع بعض المحذوف من الحديث. بيقول لي اكتب المحذوف من الحديث، جايب لي ما بين قوسين مشى غفر توضأ الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نقط للصلاة فأسبغ للوضوء. من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء. ثم نقط إلى الصلاة المكتوبة. ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة. فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، نقط الله له ذنوبه، غفر الله له ذنوبه. اكتب المحذوف من الحديث، وجاي لي ما بين قوسين سمع كبر سجد آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا نؤت فكبروا، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال نؤت الله لمن حمده سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا نؤت فاسجدوا، وإذا سجد فاسجدوا. بعد كده بيقول لي يا سنة رابعة ركز كده معايا، السؤال بتاعي بيقول لي أكمل العبارات التالية بما يناسبها من الأقواس. جايب لي ما بين الأقواس: الثاني الطارق، البعث، الرابع الفاتحة. أول سؤال: أنكر الكفار في سورة الطارق. أنكر الكفار في سورة الطارق يميس الإجابة هتكون البعث. تعلمنا في سورة نقط الدعاء بالهداية في سورة الفاتحة. الإيمان بالرسل هو الركن الكام من أركان الإيمان؟ الركن الرابع. الصلاة هي الركن الكام من أركان الإسلام؟ الركن الثاني من أركان الإسلام. يدعون الله في سورة نقط إلى التأمل في خلق الله في سورة الطارق. بعد كده بيقول لي: صل من ألف بما يناسبه من باء. أشكر الله على نعمة الصحة، أشكر الله على نعمة المال، العقل، الرجلان. ده كده العمود ألف. العمود باء: نفكر في كل ما هو خير لنا، نذهب بهما إلى الأماكن الطيبة، بأن أنفقه في الحلال الطيب، بأن أحافظ على جسمي بتناول الغذاء الصحي. تعالوا بقى نوصل: أشكر الله على نعمة الصحة، بأن أحافظ على جسمي بتناول الغذاء الصحي. أشكر الله على نعمة المال، بأن أنفقه في الحلال الطيب. العقل: نفكر في كل ما هو خير لنا. الرجلان: نذهب بهما إلى الأماكن الطيبة. بعد كده برضو توصيل: يوم القيامة اتباع سيدنا محمد وسنته. يكيد الله تعالى للكافرين، تبرأ سيدنا إبراهيم من. العمود الثاني: ليظهر الحق، عبادة الكواكب والقمر والشمس. الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، يظهر الله تعالى ما تكفيه الصدور. يوم القيامة يظهر الله تعالى ما تكفيه الصدور. اتباع سيدنا محمد وسنته هي الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. يكيد الله تعالى للكافرين، ليظهر الحق، تبرأ سيدنا إبراهيم من عبادة الكواكب والقمر والشمس.
بعد كده تاني وصل، احنا لسه مستمرين. كان النجاشي ملكا عادلا وكريما، ابو هريرة رضي الله عنه اكثر راو وحافظ للحديث، برع اصحاب الحجر في نحت بيوت من الجبال، جهر الرسول بالدعوة من على جبل الصفا، أصلي ركعتين تحية للمسجد عند دخول المسجد، أرتدي ملابس نظيفة وأتعطر قبل الذهاب للمسجد، أقول اللهم إني أسألك من فضلك في عند الخروج من المسجد، لا أرفع صوتي في المسجد في أثناء انتظار وقت الصلاة. وبكده يا سنة ربع يكون مراجعتنا انتهت النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل إلى السؤال التالي، اكتب اثنين من آداب المسجد. طيب الإجابة هتكون يميس، ألبس ثوبا نظيفا وأتعطر عند الذهاب إلى المسجد. يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكمان أدخل المسجد مقدما رجلي اليمنى وأقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أحسنتي. ننتقل إلى السؤال التالي، ما شروط إباحة المضمضة والاستنشاق؟ الإجابة يا ميس هتكون يباح للصائم المضمضة والاستنشاق ولكن دون مبالغة. السؤال التالي، من أول الذين أسلموا على يد الطفيل في دوس؟ الإجابة يا ميس هتكون أنه أول من أسلم على يد الطفيل أباه ثم زوجته. السؤال التالي، بما يدعو المسلم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ الإجابة يا ميس هتكون يدعو المسلم الله عز وجل بالهداية. أحسنتي. السؤال التالي، ما أركان الإيمان؟ ميس احنا عارفين ان أركان الإيمان 6 أركان، أول ركن الإيمان بالله تعالى، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، وأخيرا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ننتقل إلى السؤال التالي، على ما يدل ذكر التفكر في مواضع كثيرة بالقرآن الكريم؟ يدل هذا على أهمية التفكر في حياة الإنسان والتأمل في خلق الله عز وجل. وكده هتكون انتهت الأسئلة بتاعتنا، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.